التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم معالي السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة في مقر رئاسة الوزراء الإيطالية بالعاصمة روما، وذلك في إطار زيارة جلالته الحالية لإيطاليا. استعرض صاحب الجلالة مع معالي رئيسة الوزراء الإيطالية علاقات الصداقة الوطيدة بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يحقق مصالحهما المشتركة. وخلال اللقاء تم النقاش حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة. Compagnia d'onore presenta Harm Onori a sua maestà il regno del regno di Bahrain. Banda e compagnia d'onore della nautica militare pronti per la rassegna. وأكد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه أن مملكة البحرين حريصة على مواصلة نهجها الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة، وموقفها ثابت لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية الذي يتحقق من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة، ووصولا لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية بما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. لافتا جلالته رعاه الله إلى أهمية توحيد الجهود نحو عدم تفاقم الأوضاع والعمل على إطلاق سراح أي مدنيين محتجزين وحماية كافة المدنيين الذين يجب ألا يكونوا هدفا لأي صراع بموجب القانون الإنساني الدولي. شدد جلالته أيده الله على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء إلى قطاع غزة، مؤكدا رعاه الله أن مملكة البحرين داعمة لكل جهود التنسيق الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة. معربا جلالة الملك المعظم عن تقديره لما تطلع به الجمهورية الإيطالية من دور هام على الصعيد الدولي في خدمة الأمن والسلم الدوليين.